الوقت روعه وتوصف الصوت. كلمه اخيره لمحمد عبد الله قبل ما يغادر القاعه، احنا تعبناك معانا النهارده ومتشكرين على وجودك ومتشكرين على حضورك. اشكر الشاعر الكبير على كلامه الجميل ده، ربنا يخليك ويقدرني يا رب كده واكون عند حسن ظن حضرتك. انا كنت عمال بقطع وراك وانت بتتكلم لقيتك جوه البحور، بس ما تقولش على بحر معين. ان شاء الله يا فندم. في حاجه كده برضو كاتبها صغيره، اتمنى ان برضو اسمع راي حضرتك فيها. يا حبيبي قصيده لامي. كنت واقف لا بيا ولا عليا، ام جالي تليفون الحق يا واد امك رجدت. في ساعتها روحي اتحاشت جوايا وعمري في لحظه مر كانه مجموعه صور. الصوره دي من سنتين، والصوره دي مسحت لي فيها الدمعتين، والصوره دي كانت جنبي وانا مهموم. تعالوا شوفوا قلب الام ازاي. قلب طيب ما يعرفش يكره، قلب دهب من دنيا فلصه، قلب ماس، قلب كله احساس. قلبي يما من عطشك يرويكي، من جرحك يداويكي، يا رب ياخد من عمري ويديكي، يا رب ياخد من عمري ويديكي، ياخد منا يما ويراضيكي. يلا اضحكي بقى بالله عليك، دي أول مرة أعرف بقيمة يا ريتني فضلت تحت رجليك، يا ريتني ما سبت إيدي وهي حضنة إيديكي. كنت فاكراني ايه؟ كنت فاكرة مش هحس بيكي، مش هشوف تعبك في عينيكي. طب تعالي شوفي ولادك من الخضة بقوا ايه. عايزك يما من النهاردة ما تخافيش. يلا فرحي وتهني كلنا حواليكي، يلا فرحي وتهني كلنا حواليكي. ما احنا ولادك وده حقنا عليك. ألف سلامة عليك يا أمي، ألف سلامة عليك يا أمي. ألف سلامة عليك يا أمي. حلو زي ما قلت لك. جميل جميل. أنت تعرف خليتها إيه؟ جميل جميل يا محمد.